يعني اجي لك يا مصطفى، انت ما شاء الله سنك صغير 23 سنه. مظبوط. تأهلت ازاي؟ وصلت الاولمبياد برغم سنك الصغير، يعني ايهاب خبره وعارف وعارف هو بيعمل ايه عشان يوصل. انت كان الموضوع بالنسبه لك جديد، دي تقريبا اول مشاركه اولمبيه، اول مشاركه اولمبيه. مظبوط. تأهلت ازاي؟ هو الموضوع معايا كان صعب جدا يعني. انا المشكله ان انا ما شاركتش بطوله عام السنه اللي فاتت، كانت برضو واقفه معايا على كام مركز. تمام. فهو الموضوع ما زقنيش، ما كانش فيه انا مبتديها من البدايه خالص. تمام. وبرضو الماتشات بتاعتنا بتبتدي متاخر يعني وكده، وبرضو انا في الجيش. فطبعا تصريح سفر في ماتشات كتير ملتقيات يعني. طبعا. ما بعرفش بتاخد وقت لاستخراج تصريح السفر. طبعا مشكله على موضوع تصريح السفر والمجندين وكنا عارفين صح. فهو الموضوع كان صعب يعني. نعم. فبرضو عدد الماتشات مش كتير. فايه برضو طب عملت ايه يعني؟ شاركت، كنت مهم منك ان عدد البطولات القليله اللي تشارك فيها تجيب فيها حاجه. مظبوط. ما لازم، ملهاش طالما عدد الماتشات قليل يبقى لازم الكواليتي بقى تعلى. مظبوط. عملت ايه؟ ايه البطوله اللي قربتك اول الاولمبياد؟ البطوله اللي كان عندنا دور الالعاب الافريقيه في غانا. حلو. ده كان رقم، ده كان تقريبا اول ماتش ليه في السيزون، كان في غانا اللي كان في شهر مارس. مظبوط. هو اصلا ده كمان كان بدري عن المعتاد، مش دايما الماتشات بتبقى في الوقت ده. صحيح. تمام. هي بتبدا في شهر 8 واتاجلت لشهر 3 عشان غانا كان عندها مشاكل في التنظيم. مظبوط. انا فاكر كويس قوي ده حقيقي. بس طبعا كان ماتش صعب جدا بالنسبه لي، ان انا ما كنتش هسافر اصلا. انا لغايه قبل السفر بيومين كنا بناخد قرار مع الدكتوره مسافر ولا لا، كان عندي اصابه جامده في الضمه. في الضمه طبعا دي اساسيه بالنسبه لي في شغل الضمه. مظبوط. بتجري بجنبك. مظبوط. هي الكروسات بتاعتي اساسي ضمه. مظبوط. فهو يعني انت قبل ما تسافر بيومين، انت هتسافر مش هتسافر، ما لحقتش اصلا، قعدت فيها حوالي شهر ونص شهرين. ورحت عملت نتيجه كويسه والحمد لله، عملت ثالث ب 78 50 حاجه كده. ما شاء الله 78 50 رقم كويس يعني. انا بالنسبه لي ما كنتش مبسوط منه قوي. رقمك بس كام يعني؟ انت احسن رميه رميتها حتى لو في التمرين؟ لا في التمرين، لا يعني انا في التمرين مش بنركز على الارقام على قد ما هو التكنيك. تكنيك. تمام. طب مزبوط. في الماتشات احسن رقم انا اعلى رقم ليا 81 92. ايه ده ما شاء الله على التمرين. 81 92 ما شاء الله. فبطوله الالعاب قربتك جدا. قربتني. حسبتها بقى امتى؟ يعني لغايه اخر وقت برضو. اخر وقت في الجمهوريه ولا فين؟ فكان في الجمهوريه. وكان قبلها برضو كان عندنا ماتش بطوله افريقيا في الكاميرون، بس كان ماتش يعني جامد وكان صعب جدا. كان ماتش يعني عملت تالت برضو. حلو. بس هو كان ماتش ككل كان ظروف يعني. احنا الماتش بتاعنا بكتيره بيبقى ساعه ونص ولا حاجه، احنا لاعبين ماتش 4 ساعات ونص. ليه بقى؟ هو طبعا تنظيم كان سيء جدا. بطوله يعني عرفنا الاتحاد الدولي ما كانش معتمد البطوله اصلا. الله. انها توصل لكده كانت بطوله كارثه يعني. طب ازاي ما اعتمدهاش ورحتوا؟ لا هم واحنا هناك كان لا هو احنا هناك طلعوا ان هي مش معتمده. وخلال تقريبا وانا جوه الماتش عرفت ان هم اعتمدوها. ايه ده؟ ايه الخلاط ده؟ طبعا معتمده مش معتمده؟ لا معتمده. هم الاتحاد الدولي شايف ان هي بطوله كارثيه بمعنى كلمه. ما فيش حد تنظيم. حد بيميز اللي راح. ما فيش، ما هي ما فيش تنظيم، ما فيش اي حاجه، الموضوع صعب. انا الران واي بتاعي اصلا من عند الفينش كان مقطوع. يعني انت مش عارف بترمي منين اصلا؟ انا يعني انت مش عارف بترمي منين؟ يا اما برمي من بدري. يا اما برمي مزنوق في حته اقل من نص متر. فانت على ممكن الشمال 2 متر يروحوا منك اصلا في الرقم في القصه دي يعني حاجه كده. مظبوط. وطبعا يعني ماتش 4 ساعات ونص. الملعب الملعب فرق ايه ده كمان؟ الملعب كان اعلى من سواء من الدايره عندي او مرونه، كان اعلى اصلا. الملعب اعلى. النجيله اعلى. يعني انت شايف ايه ده؟ يعني انت بترمي لفوق اكتر. يعني في مثلا في الجول عندي. انت كنت هناك في الكاميرون؟ عملت برضه برونز يعني. لا يعني الارض وحشه. ممكن يعني مثلا عندنا ممكن تطلع مثلا نص متر، تقالي نص متر سوري يعني. يا نهار ابيض. وهتلاقي فرقه معاه مثلا متر ولا حاجه برضو. هي طبعا فرقه معاه كتير. اطول. يمشي لا أطول. ونفسيا كمان انت خلاص منك للاسفلت، هم صلحوه قبلها على طول واتقطع تاني واحنا في الماتش. فماتش طبعا حصل سيول جامده جدا. ده ايه ده؟ لا هو الماتش من اوله. طب انت تعرفت انت تاهلت بعد دي ولا لما قفلوا 2-7 اعلنوا التاهل؟ لا انا كنت يعتبر عارف من قبلها، بس كنت قلقان برضو. ان انا كنت طبعا. ما كنتش يعني كنت في الاخر شويه. طبعا نتيجه انا الماتشات بتاعتي قليله، ف يعني هو المفروض عشان نتحط في التصنيف 5 ماتشات. انا تقريبا لعب 6 ماتشات بالعدد، ما كانش عندي وقت ان انا احسن العب سابع او تامن. العب سابع فيشيل مثلا ماتش اقل. مفيش. لا خالص، هو الماتش اللي لعبته خلاص يعني هو الماتش. يعني 6 بطولات اقل حاجه تلعبهم 5. مظبوط. طيب نقول ان انت اتاهلت خلاص. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا دايما بؤمن اللي بيتاهل بصعوبه شويه بيبقى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله رايد له حاجه يعني. ان شاء الله خليك فاكر كلمه ايه يا سيدي. يا رب. لا ان شاء الله اتمنى يعني. اللي دايما بيبقى يعني انا فاكر بيج رامي اول بطوله خدها كان معانا هنا، وبيج رامي كان متاهل للمستر اولمبيا، كان وقت كورونا وتاهل بالوايت كارد. تخيل بالوايت كارد يعني رايح هناك يلا تعالى، وراح خد مستر اولمبيا.
فهي وهو ما كانش متوقع له ابدا ياخده، كان عنده كورونا وكان خاسس بس راح سبحان الله مصر حلو على الستيج خد مستر اولمبيا. فانا دايما اللي بيتاهل بصعوبه كده مش معنى كده اللي اتاهل كويس، لا انا بقول يعني ان يعني كله تمام وكله حلو عشان بس ما تقوليش لا، بس انا بقول ان اللي اتاهل بصعوبه بيبقى ممكن يعني يكون عنده ان شاء الله حاجه كويس. طيب